رياض ومدارس الوطن العربي، قسم الصف الثالث، مادة اللغة العربية، قاعدة ضمائر الرفع المنفصلة. مرحبا أصدقائي، هيا نتعلم الضمائر. ضمائر المتكلم: أنا، نحن. ضمائر المخاطب: أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. ضمائر الغائب: هو، هي، هما، هم، هن. والآن يا أصحاب، لنتعرف على ضمائر المتكلم. ضمائر المتكلم: وهي الضمائر التي تدل على الشخص المتكلم أو جماعة المتكلمين، وتسمى ضمائر المتكلم، مثل أنا، نحن. أنا أمشي، أنا أمشي، ضمير متكلم منفصل، يستخدم مع المفرد المؤنث. نحن نمشي، نحن، ضمير متكلم منفصل، يستخدم مع المثنى المؤنث. نحن نمشي، نحن، ضمير متكلم منفصل، يستخدم مع الجمع المؤنث. أنا ألعب، أنا، ضمير متكلم منفصل، يستخدم مع المفرد المذكر. نحن نلعب، نحن، ضمير متكلم منفصل، يستخدم مع المثنى المذكر. نحن نلعب، نحن، ضمير متكلم منفصل، يستخدم مع الجمع المذكر. والآن يا أحبائي، نستنتج مما سبق: الضمير أنا يدل على المتكلم المفرد المؤنث أو المذكر. الضمير نحن يدل على المتكلمين المثنى أو الجمع المؤنث أو المذكر. الآن أيها المبدعون الصغار، هيا معا نتعرف إلى ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب هي الضمائر التي تدل على الشخص الذي نكلمه أو نتحدث إليه أو نخاطبه، وهي أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. مع المفرد المذكر نقول أنت مريض، أنت، للمفرد المذكر. مع المفرد المؤنث نقول أنت مريضة، أنت، للمفرد المؤنث. وللمثنى المذكر نقول أنتما صديقان، أنتما، للمثنى المذكر. وللمثنى المؤنث نقول أنتما صديقتان، أنتما، للمثنى المؤنث. للجمع المذكر نقول أنتم أطباء، أنتم، للجمع المذكر. ومع الجمع المؤنث نقول أنتن طبيبات، أنتن، للجمع المؤنث. أيها المبدعون الصغار، مما سبق نستنتج أن أنت ضمير يدل على المخاطب المفرد المذكر، أنت ضمير يدل على المخاطب المفرد المؤنث، أنتما ضمير يدل على المخاطب المثنى المؤنث والمذكر، أنتم ضمير يدل على جماعة المخاطبين المذكر، أنتن
ضمير يدل على جماعة المخاطبين المؤنث. والآن أيها النجم الصغير، لم يتبقى علينا سوى التعرف لضمائر الغائب. ضمائر الغائب هي الضمائر التي تدل على الشخص الذي نتحدث عنه، فهو غير موجود أمامنا، أي هو غائب عنا في لحظة الحديث. وهي، هو، هي، هما، هم، هن. هو يعمل. هو ضمير منفصل يدل على المفرد المذكر الغائب. هي تعمل. هي ضمير منفصل يدل على المفرد المؤنث الغائب. هما يأكلان. هما ضمير منفصل يدل على المثنى المذكر الغائب. هما تدرسان. هما ضمير منفصل يدل على المثنى المؤنث الغائب. هم يلعبون. هم ضمير منفصل يدل على الجمع المذكر الغائب. هن يركضن. هن ضمير منفصل يدل على الجمع المؤنث الغائب. والآن أيها الأبطال، مما سبق نستنتج أن هو ضمير يدل على الغائب المفرد المذكر، هي ضمير يدل على الغائب المفرد المؤنث، هما ضمير يدل على الغائب المثنى المؤنث أو المذكر، هم ضمير يدل على جماعة الغائبين المذكر، هن ضمير يدل على جماعة الغائبين المؤنث. أحسنتم أحبائي الصغار، والآن هيا معا نحل ورقة العمل التالية.